أكدت الفنانة الأمريكية أنجلينا جولي سفيرة النوايا الحسنة لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، حثت المجتمع الدولي على تقديم مساعدات للاجئين السوريين في الأردن ودول الجوار. جاء ذلك خلال زيارة قامت بها إلى مخيم الزعتري للاجئين السوريين في منطقة المفرق برفقة وزير الخارجية ناصر جودة. تفقدت خلالها أحوال اللاجئين، وعبرت جولي عن شكرها للأردن وكل الدول التي فتحت حدودها لاستقبال اللاجئين السوريين، ودعت المجتمع الدولي لحشد جهوده لدعم هؤلاء اللاجئين في هذه الدول حتى يتمكنوا من العودة إلى منازلهم يوما ما. I think what's very heartbreaking is when